صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة ومتابعة لأهم العناوين الصحف النهاردة. معانا أستاذ محمد طلعت الهواري، صحفي بالمصري اليوم. صباح الخير. صباح الخير، ازيك أهلا يا محمد؟ وسهلا. بنبتدي بأول خبر معانا من مصر اليوم، الصفحة الأولى: انتخابات الرئاسة تدخل نفق المادة 28 من الإعلان الدستوري. المصري اليوم أيضا: مدير أمن بورسعيد ينهار أمام النيابة، مش كل حاجة أشيلها لوحدي، في ناس تانية أكبر مني. شروق الصفحة الأولى: ختام محاكمة القرن اليوم، والعدلي يوجه رسالة للتاريخ. الشروق الصفحة الثالثة: الحرية والعدالة يعد مشروعا لقانون تأسيسية الدستور. الأهرام الصفحة الأولى: الجمعيات الأهلية تفجر خلافا حادا بين الحكومة والمجتمع المدني. اليوم السابع: الحرية والعدالة يتقدم بمشروع قانون لإلغاء قومي للمرأة. الشروق: آلاف الطلاب يقفون دقيقة حداد على كوبري عباس، وطالب يقفز في النيل قائلا: اللي ماتوا مش أحسن مني. الشروق: العسكري يمتنع عن مقاضاة العليمي وينتظر قرار البرلمان. المصري اليوم: 30 نائبا يقدمون طلبا لإحالة بكري للقيم لاتهامه البرادعي بالعمالة. صباح الخير يا محمد. كتير قوي الأخبار، خلينا نقول معظمها طبعا على البرلمان، والخبر الأهم على محاكمة النهاردة. يبتدي بالمصري اليوم: انتخابات الرئاسة تدخل نفق المادة 28 من الإعلان الدستوري. يعني كان امبارح في اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب كان هناك مناقشه لثلاث مشروعات قوانين تقدم بها النواب محمد العمده وجمال حنفي وحاتم عزام بتعديلات على المادتين 38 و 38 من قانون انتخابات الرئاسه. ولكن في مشكله الحقيقه دايره بقالها داخله دلوقتي في حوالي 3 ايام تتعلق بالماده 28 من الاعلان الدستوري. احنا شفنا مؤتمر صحفي قام به الرئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحدث عن الاستعدادات وان لسه هنعمل الجداول وهنعلنها على يوم 10 مارس او قبل 10 مارس. لكن برضو وقفنا امام المادة 28 من الاعلان الدستوري اللي هي بتدي حصانة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبتحميها من الطعن امام اي جهه ايا كانت. فالحقيقه برضو احنا شفنا مثلا اداء اللجنه العليا للانتخابات في مجلس الانتخابات، مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، ربما تظهر امور خلال العمليه الانتخابيه، وبالتالي من حق اي مرشح ان هو يتقدم بطعن، ده حقه اللي بيكفله ليه القانون. بالطعن في النتائج الانتخابيه. في النتائج يعني، واحنا شفنا حتى الكلام ده ان في مستقلين هم الحقيقه كانوا على ذمه احزاب معينه وكانوا غير مستقلين، وبالتالي في احكام صدرت في هذا الامر من القضاء الاداري تتعلق بانتخابات مجلس الشعب الاخيره. وبالتالي كان لازم يكون في يعني توفيق دستوري اكثر من ذلك، وان كان ده هيدخلنا في متاهه اخرى ان احنا لازم نعالج الاعلان باعلان ولازم نعالج الاستفتاء باستفتاء، فهنخش في وقت كبير جدا قد يستغرق شهور، واحنا الحقيقه بنستعد لانتخابات مجلس الانتخابات الرئاسه اللي هي في اسابيع. ده جدل الحقيقه موجود وهيفضل قائم اعتقد على مدار الايام القادمه الى ان تحسمه اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب. وهنا لازم نشير لحاجه مهمه جدا، ان المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب كان قال قبل كده، قال من يومين بالظبط، ان احنا هنراجع كل القوانين التي صدرت منذ تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحه اداره شؤون البلاد ونراجعها في مجلس الشعب. فهل مجلس الشعب او اللجنه التشريعيه هتراجع ايضا الاعلان الدستوري؟ الاعلان الدستوري طبعا هيبان الكلام ده خلال الفتره المقبله. مدير أمن بورسعيد انهار أمام النيابة، مش كل حاجة أشيلها لوحدي، في ناس تانية أكبر مني. الخبر ده اتكتب فيه أسامي ناس تانية ولا؟ لا، هو في أكيد أسماء ناس تانية، ولكن المسألة الحقيقة لما نرجع شوية للي حصل في بورسعيد، إنه طب هو مين المسؤول عن اللي جرى ده؟ قائمة الاتهامات الاتهامات السياسيه والاتهامات الجنائيه توصلنا حتى الى المجلس العسكري، توصلنا الى الحكومه، حكومه الدكتور كمال الجنزوري، توصلنا الى وزير الداخليه. ويمكن يقول ان عموما لجنه تقصي الحقائق اللي تبع المجلس الشعب قالت ان يعني المتورطين على راسهم المؤسسه العسكريه، في مسؤوليه سياسيه طبعا كمان غير المسؤوليه الجنائيه في الامر. ولكن الملاحظ ان وزير الداخلية عندما تحدث عن هذا الأمر أمام الرأي العام وفي مؤتمر صحفي، هو فعلا شايل أو حمل المسؤولية كلها لمدير الأمن. قال والله هو لم يطلب إمدادات، هو لم يذكر أنه محتاج نبعث له قوات زيادة، ده ما تصرفش زي مثلا مدير أمن المحلة أو الغربية اللي عمل كذا 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 في ماتش غزل المحلة. كان في من البداية خالص واضح أن احنا
بنحمل مدير الأمن مسؤولية كل ما جرى، ولكن الحقيقة الموضوع يتطلب آخرين في هذا الأمر، ويمكن هو ده اللي موجود، إن أمام التحقيقات هناك عناصر جديدة تم الدفع بها، زي مدير البحث الجنائي، مدير الأمن الوطني، وآخرين شملتهم القائمة، لأن الموضوع الحقيقة بيبين قصور شديد جدا في المعلومات الأمنية. ده رقم واحد. رقم اتنين، إن الموضوع بقى يتعلق كمان بإدارة الاستاد، بيتعلق بإدارة النادي المصري حتى. ولا نغفل هنا بقى مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي مسؤولية سياسية في الأساس باعتباره الجهة التي تدير شؤون البلاد. احنا شفنا ان الموضوع تم احتوائه في مجلس الشعب، وان احنا بقينا بنتكلم، بس يعني الناس كانت متخيلة ان احنا هنتكلم على سحب الثقة من حكومة ان كان في مأساة، وبالتالي رد الفعل كان هيبقى اكبر بكتير قوي من ان احنا كنا لسه متوقعين بنناقش ده ومستنيين نتائج بالظبط. الله اعلم. ففي اليوم اللي اجتمع فيه مجلس الشعب قام قايل هنعمل بقى لجنة تقصي حقائق، وطبعا لجنة تقصي الحقائق هتروح يوم واثنين وثلاثة، وبعدين هيطلع تقرير مبدئي، وبعدين ده لسه تحقيقات النيابة ما طلعتش لحد دلوقتي. دخلنا في حاجات مش هي رد الفعل المطلوب، وانا قبل كده قلت والله ان هذا الامر تحديدا او رد الفعل اللي مش قد الحدث اللي قام بيه مجلس الشعب هو اللي ادى ان الناس طلعت بعد كده وراحت على وزاره الداخليه، وحصلت الاحداث بتاعت محمد محمود الثانيه، كانت سبب مباشر في ده، ان الناس حست بشيء من الاحباط، ان احنا كنا منتظرين رد فعل اعلى من كده ومستويات اتهام اعلى من كده، مش بس ان احنا بنتناقش مع وزير الداخليه اللي هو القى بالمسؤوليه تماما على مدير الامن. الناس ممكن تفقد ثقتها في مجلس الشعب لو ما اصدرش يعني او ما هو غير كده هو سريعة غير كده كمان بورسعيد. هي الازمه الحقيقه من وجهه نظري ان الناس مديه مجلس الشعب وضع او مدياله يعني ثقه ازيد من اللازم شويه، فاحنا متخيلين ان مجلس الشعب ده هو اللي هيحل ازمه البوتاجاز، وهو اللي هيحل ازمه الرغيف العيش، وهو اللي هيرجع الوضع الامني زي ما كان واحسن، وهو يعني الامور دي كلها الحقيقه احنا بنحملها لمجلس الشعب، اللي انا شايف ان هو مش هيبقى مسؤول عن كل هذه الامور، لان هو دوره الرئيسي هو التشريع والرقابه. واحنا شايفين الاداء حتى بتاع النواب حتى الان، مع خالص احترامي ليهم جميعا، ولكن في مجمله قد يبدو انه من اجل الشو الاعلامي، ما شفناش لسه حاجات حقيقيه. وعلى مدار اليوم بتتم مناقشه استجوابات، وبتتم مناقشه طلبات احاطه، ولكن ما تسفر عنه في نهايه اليوم اعتقد انه يكاد يكون لا شيء. فالتحقيقات هيكون فيها كمان اسماء اخرى ومفاجات حسب قول النيابه. ويمكن الثقه اللي الناس مديها لمجلس الشعب جت من الوعود اكيد، بس يعني في النهايه الوعود لم تتحقق حتى كتيرة. طبعا. الشروق الصفحة الأولى، ختام محاكمة القرن اليوم والعدل يوجه رسالة للتاريخ. النهاردة أعتقد ميعاد الجلسة اللي حي وفي كلام إنه ممكن يبقى في النهاردة كمان قرار بعد المداولة. النهاردة ببساطة شديدة جدا إحنا على مدار الأسابيع الماضية شفنا الدفاع بتاع المتهمين على أيام مختلفة، ولكن النيابة والمدعين بالحق المدني ردوا على هذه المرافعات. النهارده هيكون محاكمه القرن ليها وضع خاص شويه، ان الدفاع بتاع المتهمين هيرد على هذا الكلام، ولكن القاضي المستشار احمد رفعت هيقول للمتهمين داخل القفص في حد عنده تعليق على حاجه او عنده حاجه عايز يقولها، فلن يتحدث منهم وفقا لما نشر في جريده الشروق يعني سوى وزير الداخليه الاسبق اللواء حبيب العدلي، اللي هيقول حسب ما قال المحامي بتاعه رساله للتاريخ، هيوضح فيها بعض الأمور وبعض الخلفيات اللي الناس ما تعرفهاش والتي لم تتداول في المحاكمة حتى الآن. دي تعتبر يعني آخر جلسة، الجلسة المفترض إن هيصدر فيها موعد في كلام حكم في كلام النهاردة في كلام النهاردة إنه ربما إلى حد كبير يصدر حكم النهاردة في هذه القضية، وبالتالي أعتقد إن النهاردة الناس هتكون مهتمة أكتر بقضية قتل المتظاهرين، وستبتعد قليلا عما يدور في مجلس الشعب. لكن ما هو رد فعل المحامين بتوع يعني المدعين بالحق المدني على العدلي عندما يتحدث؟ هل سيتحدث الرئيس السابق حسني مبارك؟ هل سيتحدث جمال وعلاء مبارك؟ من الاخرين سوف يتحدث؟ وفقا للشروق ان فقط حبيب العدلي هو اللي هيتكلم في رساله حسب قول المحامي انها تم كتابتها واعاده صياغتها اكثر من مره، وسوف تستغرق ساعه سيلقيها من داخل
قفص الاتهام. فهنبقى كلنا اعتقد مهتمين جدا ده نعرف يعني نتكلم في ماذا ساعات سيقول تاريخية وما يعني. الذي سوف يكشف عنه. هل سوف يكشف عن امور جديده تتعلق بتعليمات اصدرها الرئيس السابق حسني مبارك؟ هل سوف تتضمن امور تتعلق بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس على القوات المسلحه؟ اعتقد ان احنا منتظرين نعرف فحوى هذه الكلمه. صحيح. الشروط صفحة 3، الحرية والعدالة يعد مشروعا لقانون تأسيسية الدستور. الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بيعد مشروع قانون علشان يحدد ما هو تشكيل اللجنة اللي هتقوم بتأسيس الدستور أو بعض الدستور. فقال إن 50% هتبقى من البرلمان، 50% من تشكيل اللجنة هيكون من أعضاء البرلمان، و20% للنقابات المهنية والعمالية، و30% بتكون شخصيات عامة. الحقيقة أنا بس عايز هو الحرية أوضح هنا، والعدالة كحزب له الحق ان هو اللي يعد مشروع هو تأسيس بيتقدم بمشروع للقانون، ولكن الحقيقة احنا بنتوقف كتير قوي امام ما يحدث في الفترة الأخيرة. احنا شفنا الحزب الحرية والعدالة كان هو البطل على مدار الدستور. الأسابيع الماضية، بداية من مسألة طرح فكرة الحكومة الائتلافية، وان المهندس خيرت الشاطر هو اللي هيشكل الحكومة، وان احنا عندنا هيبقى حسن مالك وزير مالية، وعندنا عمرو دراج هيبقى وزير تعليم، وترشيحات كثيرة جدا من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وكل وسائل الإعلام اهتمت بهذا الأمر، وقعدنا نتناقش فيه ونفرد له حلقات ونفرد له صفحات على الجرائد. ثم عادت مرة أخرى الجماعة إلى صدارة المشهد عندما تحدثت عن فكرة الرئيس التوافقي، أن هناك مداولات ما أو اجتماعات ومشاورات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التوافق على رئيس ودعمه في الانتخابات، وقيل أنه السفير نبيل العربي أمين عام الجماعة العربية. وبعد كده أحد الناطقين باسم الجماعة نفى هذا الأمر، ثم الدكتور نبيل العربي قال والله أنا ما حدش كلمني في حاجة زي كده. ثم عادت الجماعة مرة أخرى إلى الأحداث من حوالي 4 أيام تتعلق بفكرة الجمعية التأسيسية للدستور، إن إحنا هنستحوذ على هذه الجمعية. الاستحواذ هنا الحقيقة حتى لو الجمعية نفت أنها بتستحوذ على الجمعية، إحنا بنتحدث عن حزب يشكل الأغلبية أو الأكثرية في مجلس الشعب، وبالتالي سوف يسعى دائما أن يكون له الجانب الأكبر في أعضاء البرلمان اللي هيشكلوا اللجنة دي. من ناحية تانية النقابات المهنية، إذا كنا بنتكلم على 20% نقابات مهنية، فالنقابات المهنية أو معظم النقابات المهنية والعمالية المختلفة في مصر تتحكم فيها جماعة الإخوان المسلمين، يعني صح. رؤساء النقابات هم في الأصل ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. أما فيما يتعلق بالشخصيات العامة فأعتقد برضو أنه سوف يكون نصيب من المحسوبين على الجماعة، جماعة مش شرط أنه يكون من الجماعة ولكن من المحسوبين على بما الجماعة. اننا احنا ابتدينا نتكلم على جماعة الاخوان المسلمين حتى مش حزب الحرية بالظبط. والعدالة، احنا يعني ده اللي ممكن يخلي الناس تكون متخوفة شوية من فكرة حزب وطني جديد. هو كل الممارسات اللي بتحصل تحت القبة البرلمانية، الخبراء والمحللين السياسيين بيقولوا انها اشبه بكثير جدا بما كان يقوم به الحزب الوطني الديمقراطي، بل ان انه البعض بيشبه شخصيات موجودة بشخصيات كانت موجودة في الحزب. الممارسات فيها شيء من التفرد واقصاء الاخرين بشهادة الكثير من النواب الحقيقة من الاطياف الاخرى. لكن في النهاية الخبراء السياسيين كمان بيؤكدوا ان ما يحدث هو للاسف الشديد بالونات اختبار نتعرض لها جميعا، وان في النهاية من يجب ان يقوم بكتابة هذا الدستور هو كل الاطياف في هذا الشعب، وليس جماعة سياسية ما وليس حزب سياسي. صحيح. من ضمن الاخبار اللي على حزب الحريه والعداله، الحريه والعداله يتقدم مشروع قانون لالغاء القومي للمراه، يعني خبر اللي اعتقد اصاب ناس كتير جدا بالدهشه. طبعا يعني ليه؟ المرأة بعد الثورة أصلا الحقيقة إحنا كنا متخيلين أو كلنا كنا متخيلين إن كل حاجة هتبقى كويسة وكل الأوضاع هتتغير إلى الأفضل، وبالتالي المرأة هتاخد حقها بشكل أفضل، هيكون ليها نصيب أكتر في المشاركة السياسية، هيكون ليها وضع مختلف عما كان قبل ذلك. ولكن شفنا بعض الأحزاب الدينية اللي كانت موجودة في الانتخابات استبدلت حتى صورة المرأة بوردة أو حاجات بهذا الشكل. في بعض الأحزاب كانت بتحط زوج المرشحة في اسم الفلايرز الزوج. او اسم الزوج، زوجة فلان الفلاني، معرفش ازاي يعني، بس ده كان بيحصل، كانت محطوطة في ذيول القوائم بتاعت الاحزاب. لكن هنا جماعة الاخوان المسلمين بتتكلم الحقيقة في شيء انا بقول عليه حق يراد به باطل، ان هذا المجلس هو استمرار للنظام السابق ورموز للنظام السابق، وكان محزوب على زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، انها هي اللي كانت مشكلة وهي اللي عاملاه علشان تهدم دعائم الاسره المصريه. اعتقد ان هذا المجلس مجلس مهم جدا، ونحن في حاجه الى تدعيمه وتغيير سياساته، مش ان انا اخلص عليه.
وبالتالي هنا الحرية والعدالة تتقدم بهذا المشروع علشان تؤسس مجلس تسميه مجلس الأسرة أو المجلس الوطني للأسرة، وعايزين يلغوا المجلس القومي للمرأة يعني ومجلس الأمومة فكرة والطفولة. إلغاء المجلس أو كون حزب الحرية والعدالة ضد إعادة تشكيل عموما المجلس القومي للمرأة، ده كان خبر يعني غريب شوية من بدايته. تمام. مين اللي أعاد تشكيل المجلس؟ احنا شفنا الفترة اللي فاتت إعادة لتشكيل المجلس، أصدر القرار المشير محمد حسين طنطاوي، وشفنا إن الدكتورة ميرفت التلاوي بقت هي رئيس المجلس صحيح، القومي يعني للمرأة. يعني هنا بنتكلم على إنه حزب ضد قرار مش ضد قرار، هو أصدره المجلس العسكري. هم عايزين يعملوا إلغاء لهذا الأمر، وعايزين يناقشوا هذا الأمر في البرلمان. هو من حقهم إن هم يناقشوا ما شاءوا، ولكن في النهاية خالص أنا بقول إن ده حقي يراد به باطل، ان انت مش شرط ان انا الغيه، ولكن ممكن اقوم الاداء بتاعه، ممكن احط اطار تشريعي معين ليه، اعمل زي ما يكون رقابه على اداء هذا المجلس علشان اضمن فعلا ان هو يحقق الاهداف اللي انا متقدم بيها في المشروع. يعني احنا الحقيقه في حاجات كتيره جدا، لو احنا قلنا هنلغي 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 هنلغي، احنا ممكن نلغي كده تقريبا 90 او 95% من كل المجالس والوزارات والهيئات اللي موجوده في مصر بهذا الشكل، ولكن الافضل هو إعادة تشكيلها بشكل أفضل أو تقويمها علشان تقوم بالأداء المطلوب منها. الجمعيات الأهلية تفجر خلافا حادا بين الحكومة والمجتمع المدني، ده في الصفحة الأولى للأهرام تمام، النهاردة. يعني الخلافات ما زالت مستمرة بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني، وإحنا شايفين أزمة مستمرة وهي أزمة التمويل الأجنبي لبعض المنظمات، وإزاي وصلت إلى ما يشبه توتر في العلاقات بين مصر وأمريكا، بل هو بالفعل توتر في العلاقات، وحديث عن قطع المعونة وحديث عن استغناء المعونة واستهلاك في البرامج التلفزيونية وعلى صفحات الجرائد. ولكن في النهاية خالص هناك مطالبات من منظمات المجتمع المدني أو من الجمعيات الأهلية أن يكون هناك مناخ أكثر حرية نستطيع العمل فيه لتحقيق الأهداف المنوطة بنا. ومن ناحية أخرى الحكومة شايفة لا، أنتوا لازم يكون في تنظيم، وهذا التنظيم بيقول أن أنتوا لا تعملوا في العمل السياسي، أما إذا عملتوا في العمل السياسي فيكون في سبيل التوعية فقط دون التدخل في امر ما. كل دي امور الحقيقه كانت مطروحه. الحكومه عايزه تفرض المزيد من التقييد او المزيد من القيود على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه. في نواب في البرلمان من ضمنهم النائب عمرو حمزاوي، واللي هيناقشوا هذا الامر في البرلمان في لجنه حقوق الانسان، وهيعدوا ايضا مشروع قانون موازي للمشروع اللي تقدمت به الحكومه. في مشاريع كثيره الحقيقه موجوده في محاوله ان احنا يبقى في ضوابط توضح مصادر التمويل بتاعت الجمعيات ايا كانت، والافصاح عنها والافصاح عن انشطتها، وتقديم تقارير موضحه ومفصله بكل ما تقوم به على ارض مصر بما لا يخل بالسياده الوطنيه. واعتقد هنا لازم بقى نحدد المصطلحات دي كلها، لان المصطلحات الحقيقه شفافه يعني فضفاضه جدا الحقيقه. السياده الوطنيه لازم يجب ان نعرف ما هي السياده الوطنيه، ومتى تصبح منظمه ما تتجاوز السياده الوطنيه للدوله. كل دي امور الحقيقه اعتقد انها لازم تكون موجوده خلينا وتطرح برضو في كل واضح ان النقاشات. الفتره اللي فاتت كل الصحف ووسائل الاعلام كانت بتتكلم على منظمات المجتمع المدني اللي يعني بتاخد تمويل من الغرب او من امريكا. بالظبط. في الفتره بس من اسبوع يمكن او 10 ايام بالكثير ابتدينا نقرا اسامي احزاب التابعه للتيار الاسلامي بالظبط، ابتدت تظهر في الجرائد، وجمعيات اخرى كثيره. بس الخلاف لسه ما حصلش ما بينهم وما بين الحكومه. ما هو هنا اللي احنا بنطالب بيه دايما ايه، وهنا كنا بنطالب بيه برضو المره اللي فاتت الحقيقه، ان يكون في شفافيه حقيقيه، وان احنا نتكلم بقى على كل المنظمات او كل الجمعيات اللي شغاله على ارض مصر وكل الاحزاب وعلى مصادر تمويلها. ده شيء يعني الف به في كل مكان، الكلام ده معروف جدا. يعني احنا محتاجين ان احنا نفعل هذا الامر. ما ينفعش مثلا ان انا اجيب كام منظمه، بغض النظر هذا الامر مطروح امام النيابه، ربما يتضح في النهايه خالص براءه هذه المنظمات. سبق قبل كده ان المجلس العسكري مثلا اتهم جماعه 6 ابريل او حركه 6 ابريل انها تتلقى تمويل، وبعد كده توضح ان هم يعني من تحقيقات ان الناس بريئه من هذه التهمه، لم يعتذر لهم احد، ما علينا من ده، ولكن ما زال مسلسل الاتهامات مستمر. فيجب اذا كنت عايز اعمل ديمقراطيه حقيقيه، واذا كنت عايز اتكلم على ما يحمي الامن القومي المصري، ان اتحدث عن كل الجمعيات الحقيقه الموجوده، لان الامر في النهايه خالص نحن نتخوف ان نصبح مثل لبنان. يبقى احنا بقى مثلا دوله زي قطر مثلا ربما تدعم جماعات سياسيه معينه داخل مصر، والسعوديه مثلا من ناحيه اخرى تدعم جماعات سياسيه موجوده في مصر، وايران من ناحيه اخرى قد تدعم جماعات سياسيه موجوده في مصر، وامريكا وغير امريكا قد يدعم جماعات سياسيه او احزاب او جمعيات ايا كانت داخل مصر. وكل واحد بقى يحاول ان هو يعني يصدر
او يصادر على الاخرين، وندخل في حاله من حالات الانقسام اللي احنا الحقيقه مش محتاجينها، احنا محتاجين للتوحد. يعني برضو ده موضوع مهم جدا نرجع له، يعني عندنا كلام كتير قوي هنقدر نقوله اكيد فيه بس بعد الفاصل. طبعا.